سبق ان احنا وضحنا ان برنامج مزايا يرتكز اساسا على دعم القسط الشهري. كل المنتفعين من مزايا انتفعوا بمبلغ يصل الى 81 الف دينار مهما كان الراتب، سواء 600 700 800 ل 1200 دينار استلموا ذات المبلغ. الحكومه تدعم لهم القسط الشهري اللي يستقطع من البنوك المموله شهريا. اللي نحب نأكد عليه أن برنامج مزايا خدم 13 ألف أسرة بحرينية ووفر لهم السكن. ثاني شيء أن 80% من المستفيدين من برنامج مزايا تتراوح رواتبهم بين 600 إلى 800 دينار، يعني احنا نتكلم عن قسط شهري يتراوح بين 150 إلى 200 دينار، والباقي كله دعم حكومي غير مسترد. احنا في برنامج مزايا مجرد نقدم دعم، الحكومة ما تسترد أي مبالغ من هذه الدعم المقدم. بالإضافة إلى ذلك أحب أكد على نقطة يعني جدا مهمة، ان احنا دائما نحاول ان احنا نطور في برامجنا، نحاول ان احنا نحسن في خدماتنا. برنامج مزايا فعلا لآليته الخاصة، لكن الوزارة كانت حريصة ان هي تقدم برامج ثانية تدعم المواطنين، والمواطن له حرية انه هو يختار ما بين البرنامج اللي يناسبه ويتوافق مع احتياجاته ورغبته. طرحنا برنامج تسهيل، وهو برنامج يعني أثبت نجاحه خلال فترة سنة ونص الحين، استفادوا منه آلاف المواطنين. المميز في برنامج تسهيل أنه هو قسط ثابت ما يتغير طوال فترة السداد.